السلام عليكم. أرجو ألا تزعجكم محاضرتي، خاصة وأنها ليست علمية مثل محاضرة الزميلة التي افتتحت هذه الندوة المباركة، ولكنها إخبارية، لأنني تقيدت بطبيعة الحال المحور الأساسي لهذه الندوة، وهو ترجمة من التكوين إلى التمهيد. فأردت بحكم اطلاعي على أوضاع الترجمة في عدد كبير من الأثار العربية أن أقدم لكم فكرة عن هذا الورع، عسى أن نستخلص منه نتائج تكون لها فائدة بالنسبة إلى وضعنا في تونس بالذات. إذن لنا محرج بعض الشيء، لأن الانتقال من موضوع إلى موضوع بصورة فجائية هو مربك وليس بدهوجيا، وكم تمنيت لو بقيت المحاضرة في الأخير. أقول الترجمة جسم حوار متميز بين الثقافات والحضارات، وأداة لا غنى عنها في إثراء الثقافة الوطنية والقومية ورفعها بما ينقصها ويغذيها ويطورها مما أبدعته الثقافات الأخرى. وقد كان المترجمون ولا يزالون من فرسان التنوير ورواد النهضة ومفاعلي التنمية. وقد حظيت الترجمة في الحضارة العربية الإسلامية إبان عصور ازدهارها في المشرق والمغرب بمنزلة عظيمة، وكان لها دور حاسم في نهضتها العلمية والمادية والثقافية واللغوية. وكان المأمون فيما روي عن تشجيعه للمترجمين، وخاصة منهم كبيره حسين بن إسحاق، يكافئ على الترجمة بوزن كتاب المترجم ذهبا ودراهم. وقد توفرت حركة الترجمة والنقل بنية تحتية تتمثل أساسا في قيام مؤسسة رسمية لبيت الحكمة ببغداد ومجالس الخلفاء، وذلك بالإضافة إلى مؤسسات غير رسمية هي الأسر العلمية، أمثال أسرة بختيشوع وبني موسى بن شاكر وبني زهر. وهذه المؤسسات قد تبنت مشروع، والأسر قد تبنت مشروع الترجمة وإنجازاته بجهد مترجميها. وقد لعبت هذه المؤسسات الرسمية منها وغير الرسمية دور معاهد تكوين المترجمين في أيامنا هذه. ونبغ في إطار هذه المؤسسات مترجمون كبار ساعدوا على سد الفجوة المعرفية الناتجة عن ضآلة ما كان عليه الموروث المعرفي والعلم العربي أمام التراث الهائل الذي تركته الأمم السابقة. إن أول مدرسة اهتمت بإعداد المترجمين وتأهيلهم أكاديمياً في العصر الحديث هي مدرسة الألسن، التي أسسها محمد علي عام 35 و800 ألف، بناء على اقتراح من رائد التنوير العربي في النصف الأول من القرن العشرين رفاعة رفع التهتاوي. التهتاوي في سنة 73 و800 ألف، ومحمد علي توفي سنة 49 و800 ألف. وكان تأسيس مدرسة الألسن على غرار مدرسة اللغات الشرقية إيكول دي لانغز أوريونتال بباريس، وكانت ترمي إلى تحقيق رأي بطبيعة الحال. درس التهتاوي في باريس ودرس في مدرسة اللغات الشرقية وتخرج فيها مترجما بشهادات وبأعمال ذكرها في كتاب تلخيص الإبريز في تلخيص باريس كما تعلمون. فالتهتاوي هو أول مترجم عربي درس الترجمة دراسة أكاديمية، وبطبيعة الحال قد اقتبس نموذج مدرسة الألسن من فرنسا، أي من مدرسة اللغات الشرقية. كانت ترمي مدرسة الألسن إلى تحقيق غرضين اثنين: الأول هو إعداد المترجمين في مختلف الفنون والعلوم، ثانيا إعداد مدرسين للغة الفرنسية في المدارس الثانوية والإعدادية والمدارس التحضيرية العليا. وفي إطار هذه المدرسة الرائدة التي قامت واشتهرت وأشعت بفضل جهود رفاعة رفع التهتاوي أساسا، ترجمت كتب كثيرة من اللغة الأجنبية وفي مقدمتها الفرنسية في مختلف العلوم، ولا سيما العلوم البحتة والتطبيقية والاجتماعية، واستهدفت طلبة المدارس والكبار والإدارة والجيش والأطفال.
وبصفة عامة فإنه يمكن أن نطلق على الترجمة التي ازدهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشر بأنها ترجمة إنتاجية أو إن شئنا ترجمة تنموية، هي ترجمة في خدمة النهضة المادية والفكرية للبلاد. وعندما تأسست المدرسة السابقية بتونس عام 76 و800 وألف في عهد المصلح التونسي الشهير الوزير خالد الدين المتوفى سنة 89 و800 وألف، كان منهج هذه المدرسة الثانوية التي تعد أول مدرسة عصرية في تونس مركزا على اللغة الفرنسية والترجمة إضافة إلى العلوم العصرية واللغة العربية، على أنه إذا كانت مدرسة الألسو في مصر قد كانت جهازا لإعداد المترجمين الذين احتاج إليهم محمد علي لتحقيق مشروعه التحديثي وبناء دولة عصرية تتمكن الاستقلال النهائي عن الباب العالي وتقف في وجه الأطباع الأوروبية، فإن المدرسة السابقية وخاصة منذ احتلال تونس عام 81 و800 وألف قد أصبحت تهدف إلى تخريج مترجمين يتقنون اللغة العربية والفرنسية ولهم تكوين عام في الميدان الإداري والقانوني. وأحدث ضمن هذه المدرسة الدبلوم العالي للعربية والترجمة، وبذلك يمكن القول أن المعهد السابقي قد أصبح مختصا بتكوين المترجمين والأطر الإدارية القادرة على مساعدة سلطة الحماية على دعم مصالحها بالبلاد التونسية. بطبيعة الحال لا وجه للمقارنة بين هذا وبين المترجمين الذين يترجمون للجيش الأمريكي في العراق. ولم يتبلور تخصص الترجمة في الوطن العربي، ولم يستقل عن أقسام اللغات الأجنبية في الجامعات العربية أو يكاد إلا خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، القرن العشرين. إذا لم تكن هنالك قط مدارس للترجمة ما عدا مدرسة الألسن التي عرفت فترات توقف طويلة عن التدريس. ومع ذلك فإن الترجمة في العديد من الجامعات العربية الحكومية والخاصة ما زالت تدرس ضمن أقسام اللغة وبخاصة أقسام اللغة الإنجليزية. لذلك لم يكن غريبا أن يؤسس أساتذة اللغة الإنجليزية والترجمة جمعيتهم عام 97 و800 وألف، وهي الجمعية العربية لأساتذة اللغة الإنجليزية والترجمة في الجامعات العربية، كان هذا بعمان في الأردن. كما تدرس الترجمة مادة غير تخصصية في جل أقسام اللغات بما بذلك أقسام اللغة العربية، وبخاصة في إطار المغرب العربي، بل إن الترجمة بين الفرنسية والعربية لا تزال تدرس في الشعب الأدبية بالتعليم الثانوي في بعض الأقطار العربية وأخصها لبنان وتونس، ويعد ذلك من باب الترجمة التربوية أو البيداغوجية كما تسمى عندنا في تونس وفي فرنسا، أي الترجمة التي ورادوا بها أو منها الإسهام في تعليم اللغة وتعلمها تطبيقا لطريقة من طرائق تعليم اللغات تجاوزتها البحوث والتطبيقات التربوية، وهي طريقة النحو والترجمة (grammar and translation method). وعندما بدأ تأسيس كليات الترجمة ومدارسها ومعاهدها واقسامها في العديد من الأقطار العربية بدأ من أواسط سبعينات القرن الماضي خاصة، لم يكن الهدف من ذلك التأسيس فيما أرى لا خدمة قضية التعريب عامة وتعريب التعليم الخاص العالي خاصة كما كان الأمر بمدرسة الألسن في عهد محمد علي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، إذ أن التعريب لم يكن مشروعا قائما لا وطنيا ولا قوميا بصورة جدية تبرر إنشاء المؤسسات الأكاديمية التي تؤهل المترجمين اللازمين له، ولم يكن ذلك الهدف أيضا جعل الترجمة في خدمة التنمية الشاملة التي كان الوطن العربي يسعى إلى تحقيقها، إذ أن دور اللغة عامة والترجمة خاصة في العملية التنموية قد كان دورا ملتبسا في أذهان النخب السياسية والأكاديمية والثقافية. هنا يعني دور ملتبس بماذا نحقق التنمية، نحققها باللغة الوطنية أم باللغة الأجنبية وخاصة لغة المستعمر السابق. وإنما كان ذلك لماذا تأسست المدارس ما أرى؟ كان ذلك التأسيس ولا سيما في الجزائر وتونس ولبنان والمغرب والسودان في الغالب تقليدا أو اقتداء بالجامعات الأجنبية عامة والفرنسية خاصة،
ورغبة في إيجاد تخصصات وشعب وأقسام جديدة تستوعب الأعداد المتنامية من المتحكمين بالتعليم العالي وتحل قضية أساسية من قضايا ما سمي بجمهرة التعليم العالي، أي فتح التعليم العالي لكل الحاصلين على الثانوية العامة أو البكالوريا كما نقول نحن. هذا تأويل من عندي على كل حال، قد تقرونه وقد ترفضونه، وينطبق هذا الوضع خاصة مع بعض يقتار المغرب العربي ولا سيما تونس والجزائر. قد تخرج في الجامعات التونسية إلى حد الآن أكثر من 2000 مترجم، لكن لا يعمل هنا في حقل الترجمة إلا عدد قليل قد لا يزيد عن الخمس في ظني إطلاقا، في حين أن البقية يعملون مدرسين للغات أو في مجال الإعلام أو الدبلوماسية أو الإدارة أو ما شابه ذلك، أو هم عاطلون عن العمل. إن العلاقة بين العرض والطلب، وهذا هام جدا، كل شيء سوق، كل شيء يخضع للعرض والطلب، إن العلاقة بين العرض والطلب أي بين إعداد المترجمين من جهة والحاجة الحقيقية وسوق العمل، كما نقول سألين نحن سوق الشغل، ليس علينا تونسون فقط يكون سوق الشغل، فالدول العربية تكون سوق العمل، وسوق العمل بجهة أخرى علاقة واهية غالبا. ومع ذلك فإن الجامعات العربية تواصل إعداد المترجمين، بل إنها تفتح كل سنة المزيد من أقسام الترجمة ومعاهدها، كما أن أقسام عديدة أخذت تؤسس أقسام اللغات المطبقة والتطبيقية لا تختلف كثيرا في مناهجها ونوعية خريجها عن أقسام الترجمة، وهو ما سيزيد في عدد المترجمين الذين سيشتغل معظمهم حتما في غير حقل الترجمة، إلا إذا استعادت اللغة العربية أهميتها في حياة المجتمعات العربية وتحققت الثورة المنتظرة في مجال الترجمة بالوطن العربي، وتم تدشين هذا كلام القادة العرب، وتم تدشين حركة ترجمة واسعة للغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما في ذلك وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت وفي مجال العلوم والتقنية، طبقا لما جاء في إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية التي عقدت يومي 28 و29 من مارس سنة 70 و2000. تنتشر مؤسسة الأكاديمية المتخصصة في الترجمة والتي تدرسها مع التخصصات الأخرى، أي هناك مؤسسات لغة يعني اللغات وأداب تدرس الترجمة أو ضمن تخصصات أخرى الأداب والإعلام في أغلب أرجاء الوطن العربي، وإن كانت أكثر انتشارا في مصر ولبنان والأردن وتونس والجزائر. والحقيقة لم أستطع الوصول إلى إحصاء حتى لدى اتحاد الجامعات العربية، وسنهتم فيما بقي من الوقت بقضايا تكوين المترجمين في الوطن العربي، وهذه القضايا أهمها الأهداف وشروط القبول والدرجات العلمية، ثالثا البرامج والطرائق والآليات، رابعا الخريجون وسوق العمل، خامسا التحديات المطروحة على هذه المؤسسات في الوقت الراهن وفي مقدمتها الجودة والتحديث لمواكبة التطورات وتوفير العدد الكافي من المدرسين من ذوي الكفاءة والخبرة. نبدأ بأهداف التأسيس، فأقول كانت مدرسة الألسن تأسيسها محمد علي عام 35 بناء على اقتراح من رائد التنوير التعطاوي، قد هدفت إلى إعداد المترجمين في مختلف العلوم والفنون وإلى إعداد مدرسين اللغة الفرنسية. وقد عاشت هذه المدرسة نحو 15 عاما بدأت فيها تسيطر على شؤون الثقافة العامة في مصر، وأنتجت في إبانها الإنتاج الوفير، لكنها أُلغي سنة 49 لما مات محمد علي وجاء عباس بعده، إذا ألغى هذه المدرسة وبقيت فيما يبدو وليس دقيقة معطلة إلى سنة 51 و900 و1000، أي حوالي قرن كامل. ولا ندري الآن إن كانت مدرسة الأسهم قد عدت لأحد خلال السنتين والثلاثة عشر على كل حال، و يعني ثم في سنة 51 إذا أعيدت إليها الحياة فيما يبدو، في سنة 57 صدر قرار بإنشاء مدرسة الألسن العليا للترجمة أو مدرسة الألسن العليا، وفي سنة 73 صدر قرار جمهوري بضم مدرسة الألسن إلى جامعة عين شمس وكلية مستقلة باسم كلية الألسن، الآن تسمى كلية الألسن،
وهي إحدى كليات جامعة عين شمس بالقاهرة. حددت لائحة كلية لمس الصادرة في سنة 74 أهدافها، أهداف الكلية بمالك إعداد متخصصين في اللغات الأجنبية بمهاراتها المختلفة، وذلك للعمل في المجالات الوطنية والقومية والدولية. باء إعداد مترجمين متحرريين وفوريين متخصصين في اللغات المختلفة. جيم إجراء البحوث الفنية والعلمية في اللغويات والآداب والترجمة. وفي جامعات روسية أخرى كالإسكندرية والقاهرة والمنيا أقسام أو مراكز الترجمة تهتم بالتدريس أو البحث، ويبدو أن أهدافها لا تختلف كثيرا عن أهداف كلية الألسنة. هناك الآن كليات وأقسام كبيرة للترجمة في مصر. إذا كانت مدرسة الألسن أو كلية الألسن الحالية هي أعرق مؤسسات تدريس الترجمة في الوطن العربي، فإنه يبدو أن أول مدرسة للترجمة بالوطن العربي في القرن العشرين هي التي تأسست بالجزائر، التي ما كادت تنال الاستقلال سنة 62 حتى عمدت في 63 أي بعد عام واحد إلى إنشاء المدرسة العليا للترجمة، وما زالت موجودة. وأظن أن الأستاذ عبد الفتاح براهم يزور هذه المدرسة ويدرس فيها أحيانا. وفي السنوات الأخيرة تعدت أقسام الترجمة ومعايير الجامعات الجزائرية مثل وهران وتزيزو وباتنا وقسطينة، وهي أقسام أو معاهد تسير غالبا على النموذج الفرنسي المتمثل خاصة في المدرسة العليا للتراجم والمترجمين المعروفة بالليزي إيكول سوبيريور دانتربرات لانتربرات من حيث الأهداف العامة والمناهج. وفي تونس إذا تعرفون التجربة التونسية، إذا كانت الترجمة تدرس في المدرسة الصديقية بالخصوص، ودرست أثناء الاستقلال في المدارس العصرية، وكانت مادة رئيسية في شعبة الآداب ضمن مواد اللغة العربية، وكانت ترجمة الفرنسية العربية وأخرى من العربية إلى الفرنسية، ثم تم التخلص من الترجمة التي تتم من العربية إلى الفرنسية وأبقي على ما نسميه بالتعريب. وعندما تأسست الجامعة التونسية سنة 58 قبل القرن لم يكن فيها تخصص الترجمة إطلاقا، وأول مؤسسة أرسل جامعية إذا أحدث فيها قسم لتدريس الترجمة هو معهد مقيم اللغات الحية الذي أصبح يسمى الآن بالمعهد على اللغة، وذلك سنة 76. وقد تأسس قسم الترجمة في ظرفية خاصة هي الانفتاح الاقتصادي بعد فترة الاشتراكية التي لا تعرفونها، وكان ذلك بنية تكوين مترجمين تحتاج إليهم الشركات ويحتاج إليهم البنوك بالخصوص. قانون أبريل 72 تعرفونه، قانون أبريل 72 الذي أحدث المصانع التي تشتغل فيها الفتيات التي تحدث عنها المسلسل صيدي أحسن. وفي السنوات الأخيرة تكثرت في تونس معاهد الترجمة وأقسامها، نعود للشركة الترجمة العامة والمتخصصة من العربية، وهي مؤسسات جامعية مختصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمة يعرف اللغات المطبقة مثل معهد نابل هذا. وظهرت في لبنان سنة 80 أول مدرسة أخذت على عاتقها إعداد المترجمين التحريريين الفوريين، وعرفت باسم مدرسة الترجمة بيروت أو باسم مدرسة بيروت للترجمة. هي المدرسة التي ينوي الدكتور محمد محجوب مدير المركز مدير العام لمدرسة الترجمة إحداث مدرسة في تونس على غرارها، والمدرسة بيروت هي بدورها تقليد يكاد يكون حرفيا للليزيد، هذه للمدرسة العليا للتراجم والمترجمين في باريس. ترون أننا يعني ما زلنا في رأي على الأقل لم نخرج من فلك الحامي موجود في عهد الحماية الحامي القديم. وعلى اسم الحرب في لبنان تأسست أو توسعت جامعات متعددة، وقد بلغ عدد من الترجمة وقسامها 9 إلى موفى سنة 2000. بطبيعة الحال في المغرب تأسست سنة 86 مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، التي يبدو أنها أفضل مدرسة ترجمة في الوقت الراهن في الوطن العربي، وهي مدرسة ممتازة جدا. وأكبر دليل على ذلك أن جل طلبتها الذين يترشحون للمسابقات الدولية في نطاق منظومة المتحدة ينجحون، ويعني تكوينهم جيد وممتاز. والأستاذ عبد الفتاح لا شك أنه زارها، أما أنا فقد زرتها مرارا. هذه إذا مهمة
احيانا لها نوع من الوضوح واحيانا لا نجد لماذا هذه المدرسه، لماذا تدرس الترجمه؟ فيما يبدو في كثير من الاحيان نحدث مدرسه لنستوعب تلامذه حاصلين على البكالوريا، وليس لنا معرفه حقيقيه بما يسمى بسوق العمل الذي سيندرج فيه هؤلاء الخريجون دارسو الترجمه. شروط القبول والدرجات العلميه، اذا مثلا في كليه الالسن للترجمه هنالك دبلوم الترجمه التحريريه والفوريه وهو ما يعادل الماجستير، هناك دبلوم الترجمه التحريريه والفوريه المعادل للدبلوم في احدى لغات الاقسام العلميه، وهناك دبلوم الترجمه المهنيه، وهنالك كليات تشترط مسابقة أي مناظرة كما نقول نحن في تونس للدخول إلى هذه المدارس، ومدارس أخرى تقبل بدون قيد أو شرط مثل ما هو الحال في الجامعات الجزائرية وفي بعضهم في أغلب الجامعات المصرية، وعندنا نحن إلا ما نزال. بطبيعة الحال كانت هنالك مدارس، هناك مدارس تقبل من البكالوريا الثانوية العامة، ومدارس مثل المعهد العالي للغات التونسية يقبل بعد النجاح في مسابقة يتقدم إليها الطلبة الحاصلون على المرحلة الجامعية الأولى على يعني على سنتين جامعيتين، وكذلك الأصل معهد العلوم الإنسانية ومعهد بورقيبة معهد عالي للغات التونس، فإن هذه المسابقة ألغيت هذه السنة، ولا ندري إن كان تم هذا قصدا أم سوسة في السنة الوطنية للترجمة، فقد تعقد الترجمة في أعلى مؤسسة جامعية تدرس الترجمة. على كل حال بالنسبة إلى مدرسة طنجة، لا مدرسة الإنفاق العليا طنجة لا يقبل الطلبة إلا بمسابقة. الآن بالنسبة إلى البرامج والطرائق والآليات، إذا تأملنا في البرامج المطبقة في الجزائر وتونس ولبنان نجدها متشابهة إلى حد كبير، لأنها تقتبس النموذج الفرنسي. فهنالك المواد مثلا في المعهد العالي للغات تصنف مواد السنة الدراسية الأولى إلى أربع وحدات، وحدة مسألة لغوي، ووحدة الترجمة العامة، ووحدة الترجمة المتخصصة، ووحدة الدروس العامة. هناك ما يشبه هذا لدى الجامعات اللبنانية، والنظام هو نفسه المطبق تقريبا إلى حد كبير في الليسيت، يعني في المسألة العليا للتراجم والمترجمين. بالنسبة إلى الطرائق، كل هذه المعاهد والمدارس والكليات تقول أنها تتجنب الدروس المنبرية، وأنها تعول على اجتهاد الطالب، وأنها تطبق ما يسمى بالمراقبة المستمرة وما إلى ذلك من هذه المنهجيات في التقييم وفي التدريس. الآن أصل إلى النقطة الأخيرة وهي الخريجون وسوق العمل. وأنا تقريبا أنهيت الآن، اسمح لي بدقيقتين سيدي الرئيس يا صديقي العزيز. ليست لدينا فكرة دقيقة عن عدد الخريجين الحاصلين على مختلف الدرجات العلمية من مؤسسات الترجمة في الوطن العربي، كما أنه ليست لدينا إحصائيات موثوقة عن عدد طلاب الترجمة في مختلف المؤسسات في الوطن العربي، وهذا نقص ينبغي تلافيه حتى يتضح واقع هذا التدريس ويتسنى التنظيم وتكفله. وتتحرى بعض المؤسسات في قبول الطلاب وتقتصر على القليل منهم، وفي مقدمتها في منظومة اسم الإصلاح العليا للترجمة كما ذكرت. بصفة عامة هناك مدارس لا يلتحق بها عدد قليل السنوي مثل مدرسة الإكفاء، إذا لم تخرج من سنة 1986 إلى سنة 2002 إلا حوالي 300 طالب بمعدل 23 طالبا في السنة، والتكوين أؤكد لكم أنه ممتاز أو جيد على الأقل. هنالك يعني بطبيعة الحال التكوين الجيد يسهل اندراج الخريجين في سوق العمل ويجعلهم مخرجا او مخرجات شئنا مرغوبا فيها. هنالك قوانين في بعض البلدان مثل المغرب تنظم عمل المترجمين وتعطي المترجمين المتخرجين بشهاده في الترجمه الاولويه في سوق العمل كلما وجد طلب او كلما وجد تعيين في منصب مترجم. انهي فالمهم بصفه عامه ان كثير من مدارس الترجمه تشتكي من منافسه غير شرعيه او غير نزيهه،
يقولون ان كثيرا من اساتذه اللغات كاللغه الفرنسيه او الانجليزيه او العربيه او غيرها يزاحمون المترجمين، والحال انه يجب ان تبقى الاولويه للمترجمين كل ما وجد عمل في الترجمه، وهذا في الحقيقه لا يمكن ضبطه والسيطره عليه في وقت الليبراليه، فانت لا تستطيع ان تمنع مؤسسه من ان تنتمي بخريج لغه انجليزيه بدل انتداب او بدل تعيين مترجم. انهي دقيقة واحدة وقل من دقيقة التحديات أمام مؤسسات تكوين المترجمين. أقول إن التحديات في رأيي ثلاث. الأول هو الجودة. إن كثيرا من مدارس الترجمة في الوطن العربي تشكو نقصا كبيرا في الجودة، وهذا لا شك فيه ولا مجال للنقاش فيه فيما أرى، وهذا التحدي الكبير على مدارس الترجمة أن تحاول كسبه. التحدي الثاني هو تحديث المناهج، فهنالك مدارس ما زالت تستخدم مناهج او كليات تستخدم مناهج عتيقه، ومن جمله من بين الامور التي يجب ان تكون ضمن تحديث المناهج هو ادخال مثلا المعالجه الحاسوبيه للغه، الترجمه الاليه، الترجمه بمساعده الحاسوب، بنوك المصطلحات وقواعد البيانات المصطلحية، القواعد النصية التي يحتاج إليها في الترجمة، هذه كلها أمور، وكذلك مادة علم المصطلح، مادة المعجمية، هذه كلها مواد يجب أن تدخل إلى مناهج كليات ومعاهد وأقسام الترجمة في الوطن العربي مواكبة لما يجب الترجمة. التحدي الأخير هو توفير الموارد البشرية. إن كثيرا من مدارس وأقسام وكليات ومعاهد الترجمة في الوطن العربي لا تتوفر على المدرسين المقتدرين، وهذا بسبب نقص كبير في هؤلاء المدرسين، ومن واجب الدول والحكومات ووزارة التعليم العالي أن تسند المنح إلى الطلاب النجباء حتى يدرسوا في الخارج وفي الداخل، وحتى يحصلوا على شهادة عليا، وحتى يحصلوا على تدريب جيد يمكنهم من أن يدرسوا الترجمة التدريس المفيد.